يعيشون دون تنظيم على عكس اعتقاد البشر، أقدم من الإنسان وأكثر منه عدداً بمليارات، قادر على تدمير مدن ودول، ولديه قوة قد يجهلها الكثيرون، وقد يكون أكثر مخلوق قد ساعد البشر. النمل، الكوكب الخفي تحت الأرض. قد يكون النمل أكثر مخلوق حاربه الإنسان في التاريخ، فهو ذات المخلوق الذي تجده في كل مكان، في المنزل، في المكتب، في المطعم، وفي الشوارع، وحتى في الحمامات. لكن التخلص من هذا المخلوق قد يكون مستحيل، لا بالفعل هو مستحيل. فبينما يبلغ تعداد البشر على كوكب الأرض 7,700,000,000 إنسان، تقول التقديرات أن عدد النمل يقارب 10 كوادرليون نملة. وللتوضيح، فإن الكوادرليون يساوي 1,000,000,000,000 بالضبط، فهو واحد وعلى يمينه 15 صفراً. وإذا أردنا مقارنة عدد البشر بعدد النمل، فحتماً سيخسر البشر، فهو المخلوق الذي يمكن أن نقول أنه يحتل الكوكب ويشكل 25% من الكتلة الحيوانية فيه. وحتى على مستوى القدم، فإن النمل قد سكن الكوكب قبل البشر، إذ يقول علماء الآثار أن الإنسان سكن الأرض قبل ما يقارب 100,000 عام، لكن النمل قد سبقه بملايين السنين، فظهر لأول مرة قبل 130,000,000 عام تقريباً، ليكون أقدم من البشر على الكوكب. ورغم صغر حجمه ووصفه بالمخلوق الضعيف، لكنه يعتبر من أقوى المخلوقات، فالنملة الواحدة قادرة على رفع 3 أضعاف وزنها، وإذا كانت تتدلى فيمكن أن تحمل 100 مرة قدر وزنها. أما حياتها فغالباً ما تكون قصيرة جداً، حيث تعيش بعض الأنواع لأسابيع قليلة، فيما تعيش أنواع أخرى لسنوات طويلة. وبحسب آخر السجلات الموجودة، فإن الملكة هي الأطول عمراً، حيث يبلغ عمر إحدى الملكات 30 عاماً، كما يمكن للذكور أن يصلوا لأعمار طويلة أيضاً، كونهم لا يشاركون إلا في عملية التلقيح. أما عن حياة النمل بشكل عام، فإنهم يعيشون في مستعمرات مختلفة، بعضها تكون في أنفاق داخل التربة، يتم حفرها بعناية تحت الأرض، وغالباً ما تكون أسفل تلة أو قبة، ويعيشون أيضاً بين الرمال أو حتى الحطام. ولدى النمل قدرة هائلة، حيث يمكنهم بناء تلة قد يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر، فيما تعيش بعض الأنواع في الخشب المهترئ أو الأنسجة النباتية الحية في التربة، ويختص البعض الآخر بغزو المباني والسفن. العدد في كل مستعمرة يختلف كثيراً، فقد يتراوح من العشرات إلى 500,000 نملة، وفي بعض الأحيان أكثر بكثير. أما عن نظامهم الاجتماعي، فهو عادل تماماً بين الجميع، حيث أن جميع أفراد المستعمرة متساوون في الحقوق، ولا يتميز أحد عن الآخر، وتبقى المصلحة العامة للمستعمرة هي الأهم، حيث يحدد عمل كل نملة حسب الترتيب. فالملكة هي من تدير كل شيء، ومهمتها هي وضع البيوض وحمايتها حتى تفقس، في حين تكون مهمة الذكور هي الأسرع والأسهل، فعليهم الأكل جيداً لكي يمنحوا البيوض للملكة، ومن ثم يموتون بعد عملية التلقيح. ومن البيوض ينتج نوعان، مخصبة وغير مخصبة. المخصبة تنتج إناثاً، مهمتها هي جمع الطعام وتوسيع المستعمرة، بالإضافة لحماية الملكة والبيوض. أما الغير مخصبة فتنتج ذكوراً، وعليهم فقط الأكل والتلقيح. وهكذا تكون دورة حياة النمل. ولكي تصبح الأنثى ملكة، عليها أكل أكبر كمية من البروتين لتتمكن من الوصول لدور الملكة. أما إذا لم تأكل ما يكفي من البروتين، فستبقى شغالة كما يطلق عليها، وستكون نهايتها الموت حتماً بأي شكل كان. النمل الذي يعتبر مخلوقاً مزعجاً لسكان الكوكب، له تأثير كبير ورائع على النظام البيئي. فعلى الرغم من وجود بعض النمل الذي يعتبر آفات، لكن البقية تعمل كمكافحة بيولوجية طبيعية، حيث يساعد النمل البيئة عبر نثر البذور وتلقيح بعض النباتات، ما يساعد على تحسين التربة،
ومع نظامهم الخاص وطريقة عيشهم، فإن النمل يستطيع التواصل فيما بينه، وذلك باستخدام مواد كيماوية تسمى الفيرمونات، وعبرها يتمكن من إرسال رسائل بسيطة لزملائه، منها التنبيه من الخطر ووقت الطعام. وبالحديث عن الطعام، يختلف حسب نوع النمل، فالبعض منها تتغذى على السوائل السكرية، والبعض الآخر على الحيوانات الصغيرة والحشرات، وأخرى على البذور والفطريات، ويشربون الماء من قطرات الندى أو حتى من البرك الصغيرة. والغريب في تكوين النمل أنها لا تمتلك رئتين، على الرغم من أنها تتنفس الأكسجين مثل البشر تماماً، وذلك عبر سلسلة من الثقوب التي تتواجد على جوانب جسمها، وهي ترتبط في كل خلية داخله، ما يساعدها على التنفس بشكل طبيعي. كما من الحقائق المدهشة عن عالم النمل أنه عندما يموت أحدهم يطلق رائحة خاصة من جسده كتنبيه لأصدقائه ليسرعوا في دفنه. وكما اكتشف العلماء، فالمادة هي حمض الزيتيك أو الأوليك، حتى عند عودتهم يقوموا بلعق أنفسهم للتخلص من تلك الرائحة حتى لا يتم دفنهم أحياء من قبل الآخرين. آخر الإحصائيات تقول أن للنمل أكثر من 118,444 نوع، منه ما يسمى بالانتحاري لتفجير نفسه عند الشعور باقتراب الخطر منه، وذلك عن طريق كيس يوجد فيه مواد سامة يحتفظ بها في معدته. ولا يزال الكثير من الأنواع التي لم يتم اكتشافها حتى الآن. فكيف سيكون الحال لو اندلعت الحرب بين النمل والبشر؟